هناخده بعنوان لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفس. احنا موضوعنا كبير عنوانه انظروا. لو خدتوا بالكم من الترتيب خدنا انظروا، ارفعوا عيونكم للسماء وانظروا للأرض من تحت بس كده، وخدنا طوبى لعيونكم اللي شايفة المسيح وشايفة وعود الله وصفات الله وترتيبات الله، يا بخت عينيكم. وخدنا امبارح انظروا فعلة الشر حسبه من الخطية والخلطة الزيادة وشركة النور مع الظلمة حسبه منها. النهاردة عاوزين تنبيه بيقول ما تبصوش، لا تنظروا، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه. أتاري اللي بيخليني ما شوفش السماء ولا شوف ربنا ولا حتى خد بالي من الشر اللي بيغرقني إن أنا مركز في نفسي. ولا تاني دي، ليه أنا مش شايف السماء حلوة ولا شايف الأرض صغيرة ولا مركز في ربنا وبركاته وصفاته وترتيباته ولا منتبه حتى من الشر اللي بيغرقني؟ أغلب البشر بصين على روحهم، مركزين في ذاتهم. فالكتاب بيقول لنا لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه. جت فين بقى؟ تعالوا نقرأ فيليبي 2. إن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحب، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، تمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحد، مفتكرين شيئا واحدا لا شيء بتحزب. ما فيش بقى ايه حزب اقباط وحزب زنوبيين وحزب احباش ولا بعجب، مفيش حد احسن من حد، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم. لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه، بل كل واحد الى ما هو لاخرين ايضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب اختلاسا أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. أول مشكلة عاوزين نناقشها حكاية ينظر كل واحد لنفسه. يعني إيه ينظر فيما هو لنفسه؟ يعني يبقى مخك طول الوقت مشغول في نفسك، عاوز إيه؟ زعلان من إيه؟ فرحان بإيه؟ متضايق من إيه؟ يعجبك إيه؟ تحب إيه؟ ما تحبش إيه؟ إنما كل اللي بتفكر فيه أنا، ذاتك. طول ما أنت عامل كده يبقى أنت مش عارف تعمل حاجة روحية، لأن أول طريق السماء الخروج عن النفس. إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر نفسه عشان يشيل صليبه ويتبعني. طول ما الواحد فينا مركز في نفسه أحبائي هو مش عارف يمشي ورا ربنا، ودي مأساة كل البشر، إن كل واحد بيقول يلا نفسي، ما هو لنفسه. بين في مثل حكى المسيح عن الغني الغبي. الغني ما كانش مشكلته انه حرامي مثلا ولا زاني، ما تقالش، انما مشكلته نفسه. يقول ايه؟ اقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي يا نفسي، كلي يا نفسي، اشربي يا نفسي، افرحي يا نفسي. فجاله الصوت يقول له ايه؟ يا غبي، هذه الليلة نفسك تؤخذ منك. اللي يفضل يقول يا نفسي يا نفسي يا نفسي يخلص العمر فجأة وهو غبي، لأنه عاش لنفسه. فهنا الكتاب بيقول انظروا، لا تنظروا كل واحد فيما هو لنفسه. بلاش تعيش لنفسك، بلاش تركز على نفسك. التركيز على النفس ده ما يخليكش تتحرك أبدا في اتجاه ربنا، تفضل طول العمر محصور ومحبوس في نفسك كده. يا إما نفسك دي مهمومة بالأكل والشرب، برضو اسمها نفسك، يا مهمومة بالراحة، ما هي نفسك برضو، يا مهمومة بالفرح يعني الملذات والمتع والغنى، برضو اسمها نفسك.
اللي عاوز كرامة عاوز نفسه، اللي عاوز فلوس عاوز نفسه، اللي عاوز ملذات عاوز نفسه، يبقى كلها نفسه. في نفس الإصحاح بولس كان بيتحصر يقول إيه؟ نفس الإصحاح: إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. يعني للأسف أغلب الناس بتفكر في نفسها، قليل قوي اللي نلاقيه بيفكر المسيح عاوز إيه، مش أنا عاوز إيه، لا هو عاوز إيه، مش هو اللي خلقني حقه عليا يقول لي عاوز مني إيه، مش أنا اللي أقول أنا عاوز إيه. فبيقول للأسف الجميع، الجميع يعني عاوز يقول أغلب البشر، يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. بنفس المعنى يقولوا في رومية 15، يقول يجب علينا نحن الأقوياء، احنا مش أقوياء عضلات، احنا أقوياء بالروح بالنعمة، أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. يبقى فكرة لا تنظروا كل واحد فيما هو لنفسه، نفس المعنى بيتقال بطريقة تاني: لا ترضي نفسك، بلاش تعمل اللي نفسك فيه على طول، شوف الناس نفسها في ايه قبل ما تشوف نفسك انت عاوز ايه. فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. يبقى مش اي رضا، مش اي ارضاء، لا، رضا للخير، رضا للبنيان. لان المسيح ايضا لم يرضي نفسه. لو المسيح عاوز يريح نفسه ما كانش تجسد، ولو تجسد كان جه ملك على الارض مرتاح، لا كان عاش في بيت لحم ولا الناصرة، ولا كانت صلب، ولا كانت زل، ولا كان عاش فقير، لكنه لم يرضي نفسه. بل كما هو مكتوب: تعييرات معيريك وقعت علي. اختار لنفسه التعيير والبهدلة والغلب لأنه لا يرضي نفسه من أجل خلاص نفوسنا. مرة تانية القديس بولس يقول: مش معنى أن أنا هرضي الناس واجي على نفسي أن أنا هرضيهم على حساب ربنا، لا، أنا هرضي الناس بس من غير ما أغضب ربنا. فبيقول: أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. بصوا يا جماعة، إحنا عندنا ثلاثة نرضيهم: يا نفسك، يا ربنا، يا الناس. ركزوا معايا، يا ترضي نفسك هتزعل ربنا وتزعل الناس، يا ترضي الناس هتزعل نفسك ويمكن تزعل ربنا، يا ترضي ربنا برضو هتزعل نفسك وهتزعل الناس. طب امال نعمل ايه؟ يقول شوف، ارضي ربنا ده اول مبدأ، حتى لو الناس زعلت، وارضي الناس على قد ما تقدر بعد رضا ربنا. يبقى مين اللي هيجي عليه في الاخر؟ انت جاي على نفسك اغلب الوقت. تاني، انت بترضي ربنا دي قاعدة عامة، وبترضي كل الناس جوه ربنا، مش ضد ربنا. يعني ما تبقاش واحد بيقول لك يلا نكذب تقول له يلا نكذب، لا، ده يزعل ربنا. لكن يقول لك ساعدني اساعدك، اخدمني اخدمك، اتعب معايا اتعب معاك، ارضيك ارضيك في كل حاجة صح. يبقى انت جاي طول الوقت على نفسك. لا تنظروا كل واحد فيما هو لنفسه، بل كل واحد فيما هو للآخرين أيضا. يبقى وانت بترضي الآخرين أو بتطلع برا نفسك، خليها تحت منظور رضا ربنا، لحسن تكون هترضي الناس على حساب رضا ربنا، لا تبقى لخبط. ده اللي خلى بولس يقول: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. ليه إن كان ممكنا؟ لأن ساعات يبقى مش ممكن. ليه؟ لأن عشان ترضي الناس يمكن تزعل ربنا، يبقى هنا مش ممكن. لما واحد يقول لك سيب المسيح وتعالى معايا، لا مش ممكن. طب هزعل منك، ازعل، هعمل لك ايه؟ ان كان ممكنا حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. حصل مره زمان في كنيسه في كورنثوس وفي روميا، ان ناس من المسيحيين الاوائل كان ضميرهم حساس، كانت اللحمه اللي بتتباع عادة بيذبحوها للأوثان الأول. ففي ناس مسيحية تشككت،
قالت هل يجوز ناكل من اللحمة اللي احتمال تكون اتذبحت على اسم فينوس مثلا ولا جوبيتر ولا اسم اي اله؟ فبولس قال ايه؟ قال طبعا يجوز. ليه؟ قال ما فيش حاجة اسمها اله، كله ما يهمكوش، ان اكلنا لا نزيد وان لم نأكل لا ننقص. قالوا له طب بص يا بولس، كلنا بس في ناس اتلخبطت لما كلنا براحتنا من اللحمة، في ناس اتشككت قالت يعني انتوا دلوقتي بتعبدوا المسيح وبتعبدوا جوبيتر؟ قالوا البولس كده، بما ان انتوا بتاكلوا الاكلة دي يبقى انتوا كده مخلطين، لان الناس لسه مخها على قدهم. قال لهم لا 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 ما تاكلوش، بعد ما قال في الاول كله، هو قال كله على ان اللحمة هي اللحمة وفي حاجة اسمها اسم اله كلام. لكن لما لقى النتيجة ان في ناس من المسيحيين البسطاء هيتلخبطوا هيعصروا، قال بقى الحلة تدي. قال ان كان اخوك بسبب طعامك يحزن لست تسلك بعد حسب المحب، لا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح لأجله. بزيادة الأكل بلاش. يبقى رجع تاني في كلامه وقال لا ما تاكلوش، لو الناس اللي حواليكم هتفهمكم غلط بلاش منهم. طب انا مش بعمل حاجة غلط، ما هي نفس اللحمة يعني والأكل. قال معلش، بدل هو هيفهمها غلط، أخوك أغلى عندك من الأكل، ارضي أخوك على نفسك، بدل ما انت تاكل براحتك وهو يتلخبط لا ما تاكلش عشان هو ايمانه ما يتلخبطش. فهمتوا الفكرة؟ لا ينظر كل واحد فيما هو لنفسه، بل كل واحد فيما هو لآخرين. ما تقعدش تقول ما انا ده رأيي، ده نظامي، دي طبيعتي، انا حر. لا لا، فين المحبة؟ فين المسؤولية تجاه الناس؟ فين ارضاء الناس؟ فين انظر فيما هو لآخرين؟ اعتبر للناس دي، الناس دي عاوزة تشوف المسيح فينا. ارضاء النفس عادة يقع في كلمة اسمها حب الكرامة. كل واحد فينا يحب يبقى عنده كرامة. احنا عندنا كرامة كبيرة قوي مش داريانين بيها، من ساعة ما تعمدنا بقينا اولاد ربنا. يعني مش مهم ابوك اسمه ايه، بس انت فعليا ابوك ربنا نفسه، فعندك كرامة فوق الملائكة مش فوق البشر. لكن لان ده احنا مش شايفينه كويس بقينا نشحت كرامة من الناس، عاوزين كرامة الشهرة، كرامة الفلوس، كرامة الانجازات. ودي وقع فيها حتى التلاميذ، بقوا مرة بيتكلموا من الاعظم، مين الاهم، مين الافضل، مين الاشطر، مين الاحلى، مين المعروف اكتر. كل ده كلام فارغ في الحقيقة، اذا كنت ابن ربنا كل ده يبقى كلام ملوش لازمة. حينئذ قال يسوع لتلاميذه ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه، كأنه ما يعرفش نفسه خالص، كبيرة ولا صغيرة ما تفرقش، انسى روحك خالص ويحمل صليبه ويتبعني. قديس بولس في كورنثوس بالذات تعرض الى اهانات كتير قوي. طلعوا ناس ادعوا ان بولس ده حرامي، تصوروا، وطلعوا ناس قالوا بولس ده غشاش، ما هواش رسول ولا شافش المسيح، وطلعوا ناس يقولوا بولس ده بيقول عكس اللي بيقوله بطرس ويوحنا ويعقوب، وهاتك يا تهم. فبعت لهم كده وهو قلبه وجعه، لأن دول كانوا ولاده اللي خدمهم وتعب معاهم. فقال شوفوا إني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل أخيرين، كأننا محكوم علينا بالموت، صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس، يعني بقينا فرجة، نحن جهال من أجل المسيح، يعني طالع علينا كلام إن إحنا جهلة ما بنفهمش، وإنتوا اللي حكماء، قال يعني، ويعني بالتريق، نحن ضعفاء، أما أنتم فأقوياء، أنتم مكرمون، أما نحن فبلا كرامة. ده بيتكلم وهو صعبان عليه، بيتكلم ويقول أنتوا بقيت اللي كويسين وإحنا اللي وحشين، هو ما يقصدهاش بالحرف. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل،
يفترى علينا فنعز، صرنا كأقذار العالم. شوف التعبيرات قد ايه صعبة. ووسخ كل شيء إلى الآن. ايه اللي عملته في روحك ده؟ ده انت ابوك كان غني وكنت راجل مشهور في طرسوس وكنت هتبقى غمالة قيل. ما تقول لهم ده انا بشوف المسيح بعناية، ما تقول لهم انت عملت كم معجزة، ما تقول لهم ده انت بتتكلم بألسنة اكتر من كل البشر. لا 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 لا، انا اقول لهم انا بقيت زبالة الدنيا، انا بقيت اخر واحد، انا بيتداس علينا، احنا بنتلطش. انت ليه عامل في روحك كده؟ قال عشان انا عاوز امشي ورا المسيح، فانا باجي على نفسي عشان افكر في غيري، انا يهمني خلاص الناس. اللي عاوز يمشي ورا المسيح ينكر نفسه. لا تنظر لنفسك، كفاية تركز على نفسك. لا ينظر كل واحد فيما هو لنفسه، بل كل واحد فيما هو لآخرين أيضا. لو عشنا بالمبدأ ده أحبائي هنتحرر من سجن الأنا والذات والكرامة، وهو ده سجن، سجن صعب. لكن لما الواحد يحب الناس بجد هينسى نفسه، يبقى بيمدحوه زي بيشتموه مش فارقة، المهم الناس تعرف ربنا. من هنا بنقول الخدمة هي الحل، عشان كده بدعيكم كلكم لازم تخدموا. ليه؟ الخدمة هتفيدك انت، هتنسيك نفسك. الخدمة هتخليك تنسى همك وتنسى طلباتك ورغباتك وراحتك ومزاجك، وتفكر يا رب انت عاوز ايه، الناس دي محتاجة ايه، الناس دي بتهلك كل يوم، في ناس بتضيع. لما تخدم وتحس بمسؤولية عن الناس هتبقى آخر واحد بتفكر فيه هو نفسك، ساعتها هتبقى أسعد واحد، وساعتها هتبقى أكتر واحد شبه المسيح. لأن المسيح ما كانش يعيش لنفسه أبدا، كانش يفكر في نفسه، كانش يفكر هيحط راسه ينام إمتى وفين. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. تعال نفكر إزاي نهتم وننشغل بحد غيري، اللي مهموم بمريض ولا فقير ولا عيال في مدارس الأحد ولا ستات طيبين عاوز يعلمهم ولا ناس من الجنوبيين ولا الأحباش ولا النوبة اللي ما يعرفوش ربنا. هو ده اللي يخليك تعيش الآية وتبقى فعلا طلعت بره نفسك وليك رسالة وليك قيمة. لما تتعب من أجل حد غيرك، كلكم بتتعبوا عشان نفسكم، تشتغل عشان تكسب وتجيب فلوس وتتجوز وتعمل بيت، بس ده تعب رايح لنفسك، امتى هتتعب لغيرك؟ كده تبقى ماشي صح. الخدمة كمان تخليك عندك مسؤولية عن الناس، انت مش مسؤول عن نفسك بس، انت مسؤول عن ناس تانية، لانك نور للعالم وملح للأرض. ساعتها القديس بولس قال حاجة مهمة قوي، قال الفكرة دي يا جماعة مش غريبة، ده مش اختراع، ده فكر المسيح، ده احنا بناخد الفكرة اللي بتحرك ربنا يسوع. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. أتاري المسيح طول الوقت بيفكر كده، بيفكر ايه؟ لا ينظر لنفسه بل ينظر فيما هو للآخرين. يعني مرة التلاميذ راجعين بعد الخدمة، طبعا المسيح كأمين خدمة يعني عاوز يعرف أخبار الخدمة، ما اهتمش، قال لهم تعالوا على جنب وكلوا لقمة عشان انتوا تعبانين. لا ينظر فيما هو لنفسه بل فيما هو لآخرين، وبعد كده نسمع الأخبار. ربنا يسوع عملها بالشكل الأمثل بقى، أنه ساب السماء ونزل إلى شكل العبيد واحتمل حتى الموت، موت الصليب. كل ده ليه؟ من أجلنا، من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس. مش احنا بنقول كده؟ كل الجزء ده بيبتدي بكلمة ايه؟ من أجلنا نحن البشر، مش من أجله هو، لا محتاج يتجسد ولا محتاج يموت ولا محتاج يتجرب ولا محتاج يصوم ولا محتاج يصلي ولا ده، كل ده من أجلنا. تقدر تقول أنا عشت من أجل شعبي؟ يا سلام، يا بختك، تبقى ليك رسالة، تبقى شبه المسيح، لأنك عشت من أجل ناس تانية غير نفسك. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
يعني المسيح ما جاش الدنيا عشان الناس تخدمه، جه الدنيا عشان هو يخدم الناس. تعالوا بقى نحطها بشكل عملي عشان نختم. إخلاء النفس اللي قيل عن المسيح أخلى ذاته آخذا صورة عبد، ده نعمله إزاي؟ ده بقى إزاي نوصل للفكرة دي؟ ألا ينظر كل واحد فيما هو لنفسه بل كل واحد فيما هو لآخرين أيضا. أول حاجة، حاول ما تفكرش في نفسك كتير. أصل أنا لما أقعد أفكر في نفسي يا عدت أقول أنا حلو يا عدت أقول أنا وحش، والاتنين غلط. لو قلت أنا حلو بقت كبرياء، ولو قلت أنا وحش بقت صغر نفس، والاتنين خطايا. فأحسن ما تفكرش فيك خالص. لما تفكر في نفسك هتهمل اللي حواليك، هتيجي على حبايبك وناسك و... تاني تدريب، حاسب من الراحة والكرامة. الناس اللي بعيدة عن ربنا عايشة عشان الكلمتين دول، يرتاحوا ويكرموا. اللي بيحبوا ربنا وماشيين وراه ما يحبوش للراحة ولا الكرامة، لأن دول يعطلوك عن الهدف. عاوز تركز في حب الناس وخدمة الناس، احذر من الراحة واحذر من الكرامة. ثلاثة، حب التعب من أجل الناس. كل فرصة تتعب من أجل حد اغتنمها، اعتبرها غنيمة، كنز، افرح بيها. كل فرصة خدمة من أجل إنسان اقتنيها كثروة، ما تبص لهاش يوه أنا لسه هتعب، دي ده هو ده رصيدك، خليك ناصح. أربعة، افتكر دايما النهاية وما بعد النهاية. يعني إيه؟ افتكر احنا عايشين يومين وهنمشي، بس الشطارة حوشت ايه في اليومين؟ فلوس تبقى غشيم، تبقى مغفل، ولا حوشت خدمة، حوشت رصيد، كسبت نفوس ولا كسبت فلوس؟ لو كسبت فلوس طلعت مفلس، لكن لو كسبت نفوس طلعت اغنى واحد من الدنيا دي. فافتكر دايما النهاية اللي تخليك تقول أنا هتعب دلوقتي وارتاح هناك، مش مهم ارتاح هنا. خمسة، اتعلم الطاعة لإخلاء المشيئة. يعني إيه إخلاء المشيئة؟ ما أنا لما بقول حاضر لحد بمشي رأيه على رأيي. الطاعة فلسفتها إيه؟ إن أنا بلغي مزاجي ورأيي وبمشي كلام حد تاني. فالطاعة لربنا فيها إخلاء نفس أو إخلاء مسيئة. الطاعة لأبونا، الطاعة للكنيسة، الطاعة لبعضنا البعض، كونوا خاضعين بعضكم لبعض. يبقى الواحد يحب يقول حاضر، لأن كلمة حاضر تساعده على أن ينسى ما لنفسه ويفكر فيما للآخرين أيضا. افتكر بقى القاعدة الذهبية اللي قالها المسيح، من وجد حياته يضيعها. يعني اللي عمال يدور على عيشته بيضيع عيشته، ومن أضاع حياته من أجلي يجده. اللي سايب حياته كده لربنا وعمال يضيعها على خدمة ولاد ربنا هو ده اللي بيلاقي حياته صح. عشان كده بقول لكم الخدمة هي الحل، كلكم لازم تخدم، وفي فرص خدمة كتيرة قوي. وارجعوا للي حواليك وهتلاقوا الحصاد كتير والفعل قليلون، ومستنينكم كلكم تخدموا في كل مجالات الخدمة. وربنا يبارك خدمتكم وحياتكم، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.